اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاغسلنا فيه من الذنوب، وطهرنا فيه من العيوب، وامتحن قلوبنا فيه بتقوى القلوب، واجعل لنا فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علينا سبيلا، واجعل الجنة لنا منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.